السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم تلميذ أحمد اليعقوبي. إذا إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نقدم الآن درس جديد اللي سنة الثانية بكالوريا بالنسبة لشعبة العلوم الرياضية وبالنسبة لشعبة العلوم التجريبية. إذا إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نقدم درس التكامل. ما معنى التكامل؟ يعني خصنا نعرفوا التعريف ديال التكامل. أولا قبل من ندخلوا درس التكامل لابد خصك تقرا الدول الاصليه عاد تهضر على الدرس التكاملي، لان التكامل له 100% علاقه مع الدول الاصليه. اذا لم كنت تعلم الداله الاصليه فلن تجد تكامل احدى الدول. اذا ما معنى التكامل؟ اذا اولا خصنا نشرحوا الداله الاصليه. فالداله الاصليه نشوفوا واش تبان لكم واحد الورقه هنايا. اذا الداله الاصليه، الداله الاصليه هي كتكون واحد الداله خصنا نعرفوا بمعنى الاصل ديال واحد الداله واحد لا فونكسيون. كمثلا عندنا حنايا واحد الداله، ياك عندنا واحد الداله اكس، يعني لا فونكسيون لا بريميتيف دو اكس هي اكس او كاري سور 2. يعني بصفه عامه بان لا بريميتيف دو اكس على بويسونس ان سي اكس على بويسونس ان بلس 1 سور ان بلس 1. هنايا هادي لا بريميتيف، ياك هادي لا بريميتيف. عاد كنزيدو واحد لا كونستانت ديالنا، لا كونستانت علاش؟ لحقاش حنايا لحقاش يوجد ما لا نهايه من الدول الاصليه، ليس الداله الاصليه واحده وانما ما لا نهايه. فاذا اشتقينا هادي اللي درنا لا بريم، هادي عاوتاني درنا لا بريم، غادي نرجعو لهادي وانما ان سي كيمشي بريم لحقاش كونستانت تيل كو سي ابارتونون ا. اذا هنا كما تلاحظون الداله الاصليه فهي يعني خصك تكون عارف الداله الاصليه عادي يمكن لك تهضر على لي زانتيغرال. هنا عاوتاني غادي نشوفوا دابا غادي نشوفوا ماشي شفنا بالنسبه للحدوديه. مثلا عطينا واحد المثال، ياك مثال حدد الدوال حدد الداله الاصليه للداله اكس اس 7 زائد اكس اس 5 زائد 5 اكس اس 3 زائد 4، وهذه هي الداله، ياك. اذا نحدد الداله الاصليه ديال هذه شنو كنديروا لها؟ كنديروا بحال هكايا. شحال هي اكس اس 7؟ هي اكس اس 8 على 8 بريم، ياك، بلس اكس اس 6 على 6 بريم، ياك، بلس 5 على 4 اكس اس 4 2 بريم بلس 4 اكس بريم، ياك. يعني اكس شنو عندنا؟ هذه هي واحد لا فونكسيون اف. يعني اكس شنو عندنا؟ اكس اس 8 سور 8 بلس اكس اس 6 سور 6 بلس 5 سور 4 اكس ا بلس 4 بلس 4 اكس 2 بريم. وبالتالي كنجيو تنديروا هذه العباره، هذه هي f de x بحيث grand f، بحيث ان grand f هي الداله الاصليه. اذا كما تلاحظون هنايا هنا يعني ببساطه خصك تكون عارف هذا الدوله الاصليه. هذه بالنسبه للحدوديات. بالنسبه للوغاريتم، بالنسبه للوغاريتم عندنا كتمشي ولا ديريفي وكتعكسو داكشي، يعني داكشي كاين اللي في لا ديريفي كتعكسو كاع دوك الامور اللي قريتو في لا ديريفي. مثلا عندنا حنايا ماشي مثلا وانما لوغ اي دو اكس بريم، شنو هو؟ هو اي بريم دو اكس على اي دو اكس. مثلا شي مرات كتلقى كيقول لك عطيني الداله الاصليه ديال 5 على اكس، ياك. اذا شنو تدير؟ تدير هادي شحال كتساوي لنا 5 فوا شحال هي كتساوي واحد على اكس، شحال هي واحد؟ هي خمسة فوا اكس بريم على اكس كتساوي لنا خمسة لوغ ديال لا فالور ابسولي دو اكس لو تو بريم. اذا وبالتالي فخمسة لوغ دو اكس هي الدالة الاصلية ديال واحد على اكس. هكذا كتفعلوا يعني بالنسبة للقاعدة جينيرال كتبري كتشك اي بريم على اي، خصك تلقى واحد لا فونكسيون اي بريم على اي اللي هي سا فونكسيون بريميتي سا بريميتيف سي لا لوغاريتم بريم. اذا دابا هنايا فوالا لي بريميتيف، عندنا لا بريميتيف دو كوسينوس اكس شحال الا درنا كوس بريم هي موان سينوس اكس، ياك. اذا سينوس لا بريميتيف ديالها هي شحال؟
هي موان ياك سينوس لا بريميتيف ديالها هي موان كوسينوس و موان كوس بريم هي موان كوسينوس فاش كنقول موان كوسينوس كتقول لا بريميتيف دو سين هي موان كوس ولا بريميتيف دو كوس اكس هي سينوس اكس علاش سينوس بريم الى درنا سينوس بريم تجينا كوسينوس اكس وبالتالي الداله الاصليه ديال كوسينوس هي سينوس اذا هنايا عرفنا هنا ولا بريميتيف دو طانجونت شنو هي حنا نشوفو الطانجونت لا بريميتيف ديالو اكوا ايتيغال ايغال sin égale sinus x sur cosinus x égale شحال هي sinus قلنا sinus la primitive ديالها هي موان وديرو cos prime x sur cosinus x ياك ونعلم ان حاجه شنو هي هذه اللي كتشبه اللوغاريتم شي حاجه بريم على نفسها لتحت اذا تساوي موان لوغ ديال من ديال لا فالور ابسولي دو كوسينوس اكس بريم اذا الداله الاصليه ديال الطونجونت هي موان لوغ بريم هي موان لوغ كوسينوس اكس اذا هذه لا بريميتيف غادي نمشيو لا بريميتيف بالنسبه اللي كيقراو الارك طونجونت اذا الى لقيتي حسب بعدا خصنا نشوفو الارك طونجونت بريم ديال من ديال او de x égale u prime de x sur 1 plus u de x au carré. ياك اذا الى لقيتي واحد العباره مثلا تيقول لك حدد لي الداله الاصليه ديال واحد على x هو 1 زائد لوغ او كاري x اذا هنايا شوف انا مشيت مع الانتغرال كتكتب دي دو x اذا حدد لي الداله الاصليه ديال هذه ياك اذا لتحديد الداله الاصليه يجب احنا عندنا 1 زائد لوغ لوغ او كاري اكس يعني 1 زائد او او كاري دو اكس خصنا او بريم يعني هاد لوغ خصنا نديرو بريم ياك اذا بما ان دائما فوق ما هذا هو لاسوس ديال لا بريميتيف لي زانتيغراليز فوق ما تشوف 1 زائد شي حاجه او كاري هنايا دائما هذيك اللي حاجه عندك او كاري دير لا بريم وشوف واش تعطيك شي ارك طونجونت ولا لا اذا الا درنا لا لوغاريتم اكس بريم شحال هي هي 1 على اكس اذا عندنا حنايا واحد واحد على اكس هنايا ياك اذا انا شفت هاد واحد على اكس نعوضها باللوغ بريم شحال جاتنا جاتنا اللوغ بريم دو اكس على من على واحد زائد لوغ او كاري اكس وهذه دالتها الاصليه هي شنو هي اف دو اكس تساوي ارك طونجونت ديال من ديال لوغ دو اكس بلس كونستانت كونستانت يمكن لك تحددها الى عطاوك الشرط الشروط البدئيه يعني لي دوني انيسيال ولا الى عطاوك شي حاجه وحده اخرى يمكن لك تحدد لا كونستانت المهم كتعطي لا كونستانت هكا تلك لا كونستانت افور اذا شفنا ارك طونجونت دابا شنو بقالنا ليكسبونونسيال ليكسبونونسيال E ديال U دو X إلا درنا لو بخيم شنو هي إلا درنا لو بخيم تجينا U بخيم دو X فو إكسبونسيال دو U دو X ياك إذا شوفوا معايا أعزائي الكرام فوق ما تخدموا شي دالة بحال هادي تلقاو U بخيم فو إكسبونسيال دو U دو X دائما كنديرو الإشتقاق وكنرجعو بواحد العكس يعني هادي هي لابريميتيف لابريميتيف هي كترجع من الاشتقاق لهنايا خصك تلقى واحد البريم مثلا نعطي واحد المثال حدد الداله الاصليه ل او ديال 3 اكس ياك او ديال 3 اكس اذا دابا هنا لتحديد الداله الاصليه خصنا شي حاجه بريم اللي نديرو لها بريم وتعطينا هاد اف دو اكس اذا هنايا غادي نشوفو هنا دابا غادي نشوفو شكون هي هاد الحاجه هاد اذا هنايا شنو عندنا هنايا كنديرو او ديال 3 اكس شنو خصنا خصنا هاد او هادي هنا خصنا نديرو لا بريم ياك اذا الا درنا لا بريم شحال تجي 3 او 3 اكس ياك وخصنا نقسمو على 3 لحقاش هادي كتساوي هادي هادي الا مشينا مع هادي ياك تساوي 1 على 3 شحال هي 3 او دو اكس شحال هي 3 اكس بريم فوا او 3 اكس ياك تساوي واحد على ثلاثة فوا شنو هي هادي بخيم فوا هادي الدالة الأصلية هي إكسبونونسيال دو أو دو إكس لأو دو إكس هي عندنا ثلاثة إكس لو تو بخيم إذا لا فونكسيون كغونت إف بريميتيف هي هاديك إذا هنا كما تلاحظون نعطيكم القاعدة العامة لي فاش ما تغلطوش
في الاكسبونونسيال الاكسبونونسيال فاش كتشوفوا مثلا الاكسبونونسيال ديال او دو اكس ياك بغيتي تحددوا لها بريم ديالها ماشي بغيتي تحددوا لها الداله الاصليه ديال هذه ياك بغيتي تحددوا الداله الاصليه ديال هذه لا فونكسيون هذه شنو تنديروا تنديروا هذه بريم ياك كنديروا هذه بريم وكنشوفوا الى وصلنا مثلا هاد او دو اكس كنشوفوا الى كانت شي حدود ديال الدرجه واحد مثلا ا اكس بلس بي ياك الى كانت الدرجه واحد فانها سهله كدير هاد بريم شحال كتعطيك ا اذا كتضرب هنايا في ا وتقسم على ا ياك وهاد ا هذا شنو هو كتساوي لنا واحد على ا فوا شحال هو ا هي ا اكس بلس بي بريم ياك فوا اكسبونونسيال ديال ا اكس بلس بي ياك اذا هذه شنو هي هي واحد على ا فوا اكسبونونسيال ا اكس بلس بي لو تو بريم وهذه تساوي لنا يعني اف بريم دو اكس غروند اف بريم دو اكس اذا دابا وصلنا لنهايه الدوره الاصليه دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم خصنا نكونوا عارفين واصلا هذيك هنايا بعدا باش نقولوا بان اي على بوسونس ان دالتها الاصليه كلكو سوا ان ابارتونو ا ار كامله فان دالتها الاصليه شنو هي هي اي ار بوسونس ان بلس ان سور ان بلس ان وهذه قاعده يمكن لك تحتاجها في جميع ماشي يمكن لك وانما تحتاجها في جميع يعني التمارين اذا ان شاء الله الرحمن الرحيم دابا غندخلوا في التكامل انتهى الجزء الاول الدوره الاصليه الى اللقاء مع الجزء الثاني ان شاء الله السلام عليكم.